عند الحدود الروسية الصينية تقع غابة برية تنعطف جنوب فلاديفوستوك، كما لو أن لها مخلبا كبيرا يمتد من سيبيريا. في عمق هذه الأرض الوعرة تستوطن أكبر فصيلة من الهرارة في العالم، فالنمر السيبيري لاحم مراوغ ومحترف، وهو صياد معروف بمهاراته. بالنسبة إلينا يعد النمر أشبه بحيوان مدافع، ونحن نطلب منه المساعدة. من الممكن ترويض مثل هذا النوع من الحيوانات وأن يقوم ببعض المهمات. لا يتشاطر جميع الصيادين الأصليين هذا الرأي. لن أدع أي نمر يفلت حيا مجددا، سأقضي عليه، سأقضي على هذا الحيوان الضار في كل مكان. في هذه الغابة البرية يقف امرئ وجها لوجه مع نفسه، لا أحد يحميه أو يراقبه، لا أحد يمكنه أن يعلم كيف تصرف، إن كان خائفا أم حرا. إن كنتم خارجين للصيد فتابعوا إطلاق النار حتى يموت النمر، لأن نمرا مجروحا يمكنه أن يقضي عليكم، لذلك من الأفضل أن تتركوه وحيدا. لا أحد يمكنه أن يعلم أبدا كيف تصرفتم أمام نمر أو دب، إلا إذا تعرض أحد ما للافتراس، عندئذ يستطيع الخبراء أن يكتشفوا ماذا حدث. نقول نحن المتخصصين في علم الأحياء إنه إن قرر نمر أن يأكلكم فلن تروه أبدا، ولكن إن رأيتم نمرا فذلك يعني أنه لم يأخذ قراره بعد. يطلق البعض على لوتشيرغورسك اسم الأرض المهجورة عند نهاية طريق قلما يعبره المسافرون. المدينة عبارة عن بلد تحوي مناجم الفحم الحجرية، وهي تقع على بعد 10 ساعات شمال فلاديفوستوك، أي 32 كيلومترا فحسب عند الحدود الصينية. مضى أكثر من عقد منذ أن زالت الشيوعية المتسلطة مع انهيار الاتحاد السوفيتي، ولكن هذا المكان لا يزال ينبض بحياة الأيام الغابرة. يوري تروش وهو عامل سابق في المناجم أصبح اليوم صياد نمور محترفا، وهو يعمل في الشرطة البيئية كرئيس لاتحاد النمور المتنازعة، ويرافقه كلبه. يتمثل عمله في تعقب النمور التي تهاجم الإنسان والقضاء عليها. إنه عمل خطير، ويستخدم بشكل أساسي خبرته وكلبه وبندقيته. في ميدان عملنا قتل النمور ضرورة مهنية، فسلامتنا وسلامة زملائنا مرتبطة بسلاحنا وحالته، لا سيما في حالات النزاع التي شهدتها غير مرة. يوري رجل يجب أن يكون متيقظا، هو يعلم أنه في هذه المهمة يمكن أن يؤدي خطأ واحد إلى موته، يجب أن يكون السلاح في أفضل حالة. لقد ساعدتني مرتين وأنا فعلت الأمر عينه، ربما لهذا السبب يتمسك أحدنا بالآخر إلى هذا الحد. لقد شاهد يوري عدة مآس، وكان أول ما اختبره نتائج الصراع بين النمور والإنسان. يجدر به أن يحدد سبب المواجهة قبل أن يقرر ما الخطوة التي سيقوم بها. إنه عمل جدلي، وستخبره الآثار المحفورة في الثلج قصة، وتضيف إلى فهمه ما يحدث فعلا في ساحة المواجهة. قام يوري كجزء من التحقيق الذي قام به بتسجيل تجاربه على شريط مصور. بدأت الحادثة كالحوادث الأخرى، صياد مفقود وآثار نمر في الجوار. سرعان ما ستقود آثار الدماء يوري وفريقه إلى مكان الهجوم. عند معاينة الجثة اكتشف يوري أن الضحية كان طالبا سابقا في قسم المحافظة على النمور،
من الأدلة الموجودة في مكان الحادثة كان واضحا أنه استخدم معرفته في ملاحقة النمور ليدخل أراضيها ويصطادها. ما الذي قد يدفع رجلا يؤيد قضية البيئة إلى القيام بعمل متهور كهذا؟ كان لديه عائلة كبيرة تتألف من زوجة وأربعة أولاد، كانوا يعيشون في الفقر، لذلك خرج يتعقب نمرا في محاولة لقتله. إن الريف المحاذي لوادي بيكن ريفر عبارة عن أراض برية شاسعة تشكل موطنا شهيرا للنمر. على بعد 4 ساعات من أقرب مدينة تمتد الطريق مع النهر لتصل إلى قرية سوبوليني. إنه مكان لا يعيش فيه سوى الذين لديهم القدرة على الاحتمال، لأن درجات الحرارة في هذه المنطقة تنخفض إلى 30 أو 40 درجة تحت الصفر في فصل الشتاء. أيضا مع انهيار الاتحاد السوفيتي وكباقي القرى النائية في روسيا، أصبحت هذه القرية طي النسيان. يتعين على الناس أن يعملوا بأنفسهم، فالحياة صعبة، صعبة بالفعل. لقد قامت جودميليك فوشتك بالصيد طوال حياتها، تعيش في الغابة، ولكن عملها هذا يستحيل تدريجيا أسلوبا للاستمرار والبقاء فيه طويلا. يتعين على الناس أن يحملوا بنادقهم ويخرجوا بحثا عن الطعام لأنهم جائعون. ماذا يفعلون في المدن؟ إنهم ينهبون أو يحدثون الجلبة. وماذا يمكننا أن نفعل هنا في البرية؟ ثمة حل واحد، إن كان الرجل عاطلا عن العمل وله أسرة فكيف يعيش؟ كيف يساند عائلته؟ حسنا، يصطاد شيئا ليبيعه، هكذا يحدث الأمر. إيفان دونكاي هو أحد الصيادين المحليين، يتمتع بالهدوء، وهذا نتيجة حياة طويلة من العزلة والعمل المستمر. ما من عمل، والغابة مليئة بالناس الذين يصطادون، والنمر نفسه أصبح مغريا للصيد، ولكنه أيضا حيوان مفترس يمكنه أن يؤذي، يمكنه أن يعضكم متى تعرضتم له. خطأ واحد ويصبح عليكم أن تتحملوا العواقب. أكان الأمر خطيرا أم لا؟ يجرؤ البعض على المجازفة في الغابة. بات الصيد جزءا من حياتهم اليومية. دخل كثيرون الغابة دون أن يصرح لهم، فيما الآخرون صيادون رسميون. ألكسندر دفورنيك هو ممن لجأوا إلى الصيد. بمجرد لعبة بسيطة يصبح الغزال وجبة طعام. ليس النمر السيبيري المحمي بالضرورة هو أول ما يصطاده. نعتاش كلنا من الغابة، لا شيء لنخجل به. لن تجد أي أحد هنا لم يقترف ذنبا، وأنا أحدهم. ولكن الدولة فرضت علينا ظروفا قاسية جدا، فاضطررنا للعيش بأي وسيلة. ولكن على مدى السنوات تمكن الصيادون من الإمساك بصغار النمر حية. لن يكون للكلاب مهرب في مواجهة نمر بالغ، ولكن الفزرة وهو صغير النمر يصبح ضحية سهلة. سينتهي أمر هذا النمر الفتي في سيرك أو حديقة للحيوانات في منطقة ما من العالم،
ولكن هذه الحلقة أعدت منذ سنوات، وبات النمر اليوم محميا رسميا لأنه من الأجناس المعرضة للانقراض. اليوم لا يوجد سوى مئات قليلة من النمور يبلغ طولها حوالي 3 أو 4 أمتار، وهي الأكبر من بين فصائل الهرارة كلها. ومع ذكور كبيرة يصل وزنها إلى أكثر من 300 كيلوغرام، يشكل النمر السيبيري خصما خطيرا في وجه أي صياد يوجه سلاحه إلى هذا الهر. ولكن لا يزال كثيرون مستعدين للمخاطرة. يمكن أن يعود نمر ميت واحد ب$5,000 على صياده، ما يعادل مدخول عدة سنوات، وينتهي الأمر بالنمر في سوق الأدوية الصينية. عندما انهار الستار الحديدي بدأت الصين تأتي بملايينها، وأصبح النمر سلعة بيع. وهنا وردت قصص كثيرة عن أن صيد النمور يصنع الثروة. في تلك السنوات تم قتل حوالي 90 نمرا في السنة الواحدة. يعاني البشر والنمور على حد سواء في غابة تنقص فيها الموارد الأساسية للمعايشة. عندما قامت نمرة بجر كلب من القرية لإطعام صغارها الجائعة، قام فلاديمير كروغلوف وفريقه من مركز محلي لإعادة تأهيل النمور بإرسال فريق بحث إلى الغابة. وسرعان ما شهدوا مأساة رهيبة. لم يتمكن فريق التصوير من إخفاء مشاعر الألم التي أحس بها عندما فشلت محاولات الإنقاذ، لسيما أنهم لم يكونوا محضرين لعنف المشهد، وأنهم كانوا مدركين تماما النتائج المترتبة على الفصائل المهددة بالانقراض. كانت تمسك بهذه الكلاب، ولكن لم تستطع جرها طوال طريق العودة، لذلك قررت أن تحضر صغارها لتأكل هنا. التقطت أحدهما ووضعته على الكلب الميت، ثم جلست فوقهما لتذيب الجيف المجلدة لتطعمه. ولكن دون جدوى، فقد مات صغارها جوعاً. الأمر مرتبط بين البشر والحيوانات. الآن يرتبط بقاء النمر في الغابة بتوفير حاجات الإنسان الماسة الضرورية للعيش فيها. بالنسبة إلى يوري تروش، كان ثمة حالة واحدة تفوق الحالات الأخرى، بيّنت النتائج الرهيبة التي توضح الحالة المشتركة هنا. في هذه الغابات بدأت المطاردة الشهيرة لنمر يأكل الإنسان. هذه قصة رجل يدعى فلاديمير ماركوف، أمضى أشهرا في الغابة ليساند عائلته. في الصيف كان ماركوف يقوم بصيد السمك والاهتمام بالنحل، وفي الشتاء يخرج إلى الصيد. كان يوري يعلم أن ماركوف وأصدقائه كانوا يخرجون غالبا للصيد، وعرف أنهم كانوا يدخلون الغابة بدون تصريح. كان من الصعب بالنسبة إليهم أن يمسكوا بنمر، لا أحد يمكنه أن يعلم الطريق.
بحسب معرفتنا لم ينطلق فلاديمير ماركوف ليقتل نمرا، ولكنه كان يتشارك الغابة مع هذا الحيوان المفترس القوي، ونحن نعلم أنه كان يدخل دون إذن رسمي في الماضي. وبطريقة ما ثمة اتفاق بين الصيادين ينص على التفاهم المتبادل والسماح للآخر بالوجود في هذا المكان. ذات يوم وقع فلاديمير ماركوف على آثار حيوان بري. كل صياد يعرف علامات ضحية نمر مقتول حديثا ويفكر مرتين قبل أن يتدخل. لابد أن النمر كان في الجوار يراقب فريسته، كان لذلك تأثير على ذلك الحيوان. هذا السلوك، هذا كيف يمكن أن أصفه لكم؟ لحظة الجشع هذه أظهرت النمر على حقيقته. لكن فلاديمير ماركوف الذي لم يعي وجود النمر خالف الاتفاق غير الخطي المعقود بينه وبين النمر. لقد تدخل وفجأة سقطت القواعد كلها. المرة المقبلة لن يكون الأمر مختلفا. تعد سرقة الطعام من النمر خطأ فادحا، ولا بد أن ماركوف أدرك جيدا جسامة الخطأ الذي ارتكبه. أما بالنسبة إلى النمر فكان الاستفزاز كافيا ليتعرف إلى رائحة الإنسان. لقد تتبع آثاره التي تقود في النهاية إلى حيث كان الصياد يعيش. يحفظ كل صياد في ذاكرته روايات عن جد مفقود، عن الحادثة المفجعة التي وقعت في المقاطعة المجاورة، وعن أنواع الأساطير والخرافات كافة. بسبب هذه الروايات غير الواقعية تماما كان مخلوق مرعب واحد يجول في خاطر الصياد الوحيد. بالنسبة إلى فلاديمير ماركوف كل صوت في هذه الغابة المتجمدة، كل حفيف أوراق، كل ظل يظهر حول الكوخ يثير الخوف البشري الشديد في قلبه. ثمة شيء غريب في النمر، لديه هذه الميزة يجعلكم دائما تشعرون بأنه قريب. وأكثر من ذلك هو صياد مثلنا تماما. أحيانا قد تكونون جالسين في مكان مخفي والنمر قريب منكم لدرجة أنه قد يلامس من يقترب منه. في خلال ليلة الشتاء الطويلة كان خوف ماركوف يربكه. لم يتمكن من الرؤية أو من سماع النمر، كما أنه لم ينجح في الإدراك مع أن ضوء المصباح انعكس في عيني هذا الحيوان المفترس. لكن الكلاب كانت متيقظة فاختبأ في مكان ضيق تحت المأوى وتمكن من سماعها تجثم وتئن في الأسفل. مع خيوط الشمس الأولى
مكث الصياد مدة كافية تخوله الخروج والمجازفة. لقد بعث النمر ببلاغ للإنسان وإن لم تكن الكلمات محددة، ورفع مستوى المراوغة ووسع مساحتها مع الإنسان الذي يسرق طعامه. كان الأمر شخصياً، لقد مضغ الحيوان المفترس كل شيء قد يحمل رائحة الإنسان وقضى عليه تماماً. الآن يبدو لنا ذلك كأسطورة خيالية مخيفة وملطخة بالدماء، ولكن بالنسبة إلى الصياد قام الحيوان بمواجهته، إما يقبل التحدي أو يفر هاربا. قرر ماركوف أن يبقى على موقفه. أطلق ماركوف النار على النمر للمرة الثانية، ولكنه أخفق في قتله، فقرر أن يترك ما يتوفر من أمان في ملجئه ويخرج بحثا عن مساعدة إيفان دونكاي، وهو صياد محلي متمرس وأوسع خبرة مع النمور. عندما شرح ماركوف الوضع لدونكاي لم يتأثر الرجل، بل لامه على ذلك. لا تقترب من منزلي أبدا، إنها مشكلتك الآن، أنت أقحمت نفسك في هذا الوضع. أنا كصياد أدرك الموقف الذي أنت فيه، لذا من أجل مصلحتك لا أريد أن تجلب رائحتك وآثارك المشاكل نفسها التي تجلبها لي. لم يتوجه فلاديمير الذي وبخه الرجل، لكنه قطع طريقا طويلة عبر معمل نشارة محلي، حيث شرح لحارس الأمن الورطة التي وقع فيها. ارتكبت خطأ ما، أطلقت النار على نمر، هذا كل شيء. لا أدري ماذا أفعل، لا أدري ماذا أفعل. لم يدخلني دونكي، لقد وبخني ورماني خارجا، قال إنني المخطئ ويمكنني أن أقوم بما أريد. لقد أخذت طعامه. حسنا اسمع، كن حذرا، حذرا جدا، وإلا ستسوء الأمور. حسنا. كن حذرا كما قلت لك. هنا عاد مجددا إلى الغابة. كانت المسافة من المنشرة إلى مأواه تبلغ حوالي كيلومترين ونصف الكيلومتر. لقد حذره دونكاي، كما اقترح أن يغادر ماركوف الغابة. بخلاف الروس، يأخذ السكان المحليون هذه الأمور على محمل الجد. هم مقتنعون بأن الإنسان الذي يهاجم نمرا معرض للخطر. فصل 3 أيام بين وقوع المأزق وتربص النمر بطريدته ماركوف.
وصل ألكسندر وهو صديق ماركوف مع مجموعة من الرجال، جاءوا في محاولة لمنع النمر من أكل ما تبقى من صديقه، ولكن بانتظار أن تحقق السلطات في عمليات القتل هذا، كان الأمر الوحيد الذي بوسعهم فعله هو إبقاء النمر بعيدا. وصلنا إلى هنا حوالي 11 ليلا وسمعنا صحيل النمر من الغابة، ولكن لم يكن من جدوى في دخول الغابة في هذا الوقت المتأخر ليلا. رؤية ممتعة لعالم رؤية ممتعة لعالم فريد. في ظلمة الليل تترقب وبين الأحراش تترصد، عيون محدقة ثاقبة مترقبة، تغفو قليلا وتصحو كثيرا، حينا مخيفة وحينا وديعة. قناة المجد الطبيعي رؤية ممتعة لعالم فريد. قناة مجد الطبيعي رؤية ممتعة لعالم ثري. من الواضح أن النمر لم يعد يشعر بالخوف من الإنسان، فقد اقترب من الرجال عدة مرات مسافة تتراوح بين 10 أمتار و15 مترا. كانوا يصدرون ضجة قدر ما يستطيعون لإبقاء النمر بعيدا عنهم وعن جثة ماركوف. بالنسبة إلى دفورنيك صديق ماركوف، غيرت هذه الليلة طريقة تفكيره. الآن بعد الحادثة مع ماركوف، لن أدع أي نمر يفلت مني حيا. سأقضي على هذا الحيوان المفترس أينما كان، لأنني رأيت ماذا يمكنه أن يفعل. لا تزال تراودني كوابيس حول ما حدث. لو علمت ماذا كنت سأرى لما ذهبت أبدا إلى المخبأ هناك. كان منظرا مرعبا بالفعل. في الصباح التالي يوم 6 من ديسمبر كانون الأول، وصلت ليوريتروش أخبار عن هجوم النمر قرب قرية سوبوليني، وكان هو وفريقه مطلوبين للتحقيق. نحن نقتل النمر في الحالات القصوى ليس إلا، ولكننا نحقق في القضية فقط في حال هاجم حيوان إنسانا في الغابة. طبعا حياة الإنسان هي الأهم بالنسبة إلينا. وصل يوري وفريقه إلى موقع الهجوم، وكالمعتاد بدأ يوري بتصوير ما وجده، وتبع بهذه التسجيلات مع تقدم الأحداث. عند مدخل المخبأ وجدنا عدة آثار أقدام وبقع دماء وآثارا تقود إلى الغابة. كان المشهد مخيفا فعلا، كان أسوأ مما كنا نتوقع. في الواقع لم يكن ماركوف موجودا، لم أره، وذلك أخافني كثيرا. بدأ المكان بأسره وكأنه ساحة معركة. آثار ماركوف مبعثرة في كل مكان، حتى أن قارورة المياه الخاصة به كانت مقطعة إلى أشلاء. تتبع كلب يوري رائحة آثار النمر بحماس. لا يمكن أن يكون الحيوان المفترس بعيداً،
كان كلب يوري هائجا واقترب كثيرا من النمر، لكن الرجال كانوا يركزون على مهمتهم ناسين من تهورهم أن حيوانا مفترسا كبيرا على مقربة منهم، وسرعان ما وجدوا ما تبقى من فلاديمير ماركوف. كان كل ما تبقى من جثته رجليه المنخورتين وبعض أثار الثياب والذراع اليسرى المنخورة عند الكتف. كان ذلك كل شيء. تشير الأدلة كلها المحفوظة في موقع الجريمة إلى أن الحيوان المفترس كان نمرا ذكرا كبيرا يبلغ طوله ما بين 3 و4 أمتار، وأنه جرح في قدم واحدة. يثير حجمه وسلوكه الذعر في نفوس الجميع، وكان القاتل لا يزال حرا طليقا. لكن يوري وفريقه احتاجوا إلى إذن من موسكو قبل أن يبدأوا بالتحرك. في هذه الأثناء كانوا يأملون أن تختفي المشكلة بهدوء من الغابة. طوال أسبوع كانت تتم رؤية آثار نمر بالقرب من القرية، آثار ذكر كبير مجروح. أصبحت سوبوليني قرية يخيم عليها الذعر. أخبرني أحدهم أنهم لا يقتلون نمرا إلا بعد أن يقتل 4 أشخاص، فقبل ذلك لا يعدوا آكل لحوم البشر. أقترح عليهم أن يحضروا أطفالهم ويقدموهم وجبات لإطعام النمر. ماذا إن أكل أحدهم؟ ماذا يحدث عندئذ؟ لا يمكنني أن أدع أولادي خارجا. في هذه الأثناء يقوم حيوان مفترس آخر من الغابة بمضغ ضحية في البرية الروسية. تقع غابة الصنوبر هذه في الصلب الحديدي لصناعة الأخشاب المتعددة الجنسيات. إنها تحصل من روسيا على مواردها الطبيعية وتستفيد من بعض الأرباح على المدى القصير. تتمثل المشكلة الأساسية بالنسبة إلى النمر اليوم في نقص الغابات. هذا هو السبب الرئيسي للصراعات كلها. في غابة تتدهور أحوالها يتردد صحيل النمر الأخير حاملا مشاعر الحيرة. إن لم تبقى المخلوقات التي تشكل الفرائس فلن تدوم أيضا النمور. أصبحت مسألة حياة أو موت، ولكن من يشترك في هذه الفاجعة وما هو الدور الذي يؤديه؟ تم تحديد المنطقة التي يعيش فيها النمر. تحتاج النمور إلى إيجاد ما تأكله، ولهذا السبب بدأت تدخل أرض الإنسان وتهجم عليها، وهي تهاجم الهررة وأيضا تهاجم الكلاب والأبقار، كما تهاجم الأحصنة وتهاجم أيضا الناس. يثير الخوف الحيوان، وتجد النمور التي تعاني المرض والجوع والجراح نفسها في مواجهة متزايدة مع البشر. مرة واحدة فقط يدخل نمر جائع القرية ويختبئ فيها، وقد نهض أحد السكان ليجد نمرا في مأواه. تولى السكان المحليون المسألة وأطلقوا النار عشوائيا على المأوى. وباعتقادهم أن النمر كان ميتا، ترك الناس الحيوان المفترس ليجدوا أنه لا يزال حيا. تم تصويب طلقات جديدة، وكانت الضحية تموت ببطء.
لقد مات نمر، لكن لا أحد يعلم إن كان النمر المقتول آكل لحوم البشر أم أنه مجرد نمر آخر يصطاد كلبا أو حيوانات من الماشية في القرية. تم تحذير الجميع من دخول الغابة، وما من قدم تطأ أرضها. هناك آكل لحوم البشر في الجوار. ثم عاد أندري من الجيش، أراد أن يذهب إلى الغابة، حاولنا منعه، قلنا له إلى أين أنت ذاهب؟ الأمر خطير، فأجاب: أنا ذاهب إلى هناك، لست خائفا. كان أندري بوتشيبنيا جنديا شابا، كان قد خدم في الجيش الروسي وعاد إلى المنزل لمدة 6 أشهر ولم يجد عملا، فقرر أن يتجاهل الشائعات عن النمر آكل البشر. ضحية أخرى تكتشف في 16 ديسمبر كانون الأول. طلب مجددا يوري تروش وفريقه لزيارة موقع هجوم النمر. في هذه المناسبة لم يترك الحيوان أي شيء من جثة الشاب، تاركا المحققين يقومون باستنتاجاتهم مما تبقى من ثيابه. لقد هجم الحيوان عن بعد حوالي 10 أمتار وعض ضحيته في خرزات رقبته من الجهة اليسرى. من الآثار القادمة تمكن المحققون من ملاحظة أن النمر كان يتحرك بصعوبة. بالنظر إلى الأدلة في الموقع بما فيها آثار النمر حول الخيمة التي استعملها أندري عندما كان في الغابة، استنتج يوري وفريقه أنه كان النمر الذي قتل أندري وفلاديمير ماركوف أيضا. من قد يكون ملاما؟ ربما هؤلاء الذين لم يأخذوا قرارا بقتل النمر بعد وقوع الحادثة الأولى. أتقاضى $70 في الشهر ونحن 3. أين سيجد ابن الآخر عملا؟ لم يعد هناك سوى الغابة المهجورة. لا أريد أن أسمح للابن الذي تبقى لي بالذهاب إلى الغابة. كان من الواضح أن النمر كان يأكل الإنسان وكانت السلطات مسؤولة عن موته. ما زال القاتل حرا طليقا. لقد قتل الحيوان المفترس عينه شخصين. في منزله شعر يوري تروش بغضب أهل القرية واضطر إلى التساؤل عما إذا كان هو الملام. هل كان يستطيع التحرك قبل الآن؟ أتراه كان يستطيع تجنب مقتل شخص ثان؟ لم نشعر بالذنب لأننا قللنا من أهمية القضية، ولكن أحدا لم يكن يستطيع توقع طريقة سير الأمور. لقد أدركنا أنه يجب قتل ذلك الحيوان مهما كلف الأمر.
وجب على يوري التأكد من عدم سقوط حادثة ثالثة كما حصل مرات كثيرة. وجد يوري وصديقه فلاديمير شيبنيف نفسيهما في الغابة يتعقبان أثر آكل بشر. كانت الحالة صعبة، ففي هذه المرحلة كانا يعرفان أن أحدهما على الأرجح سينتهي بين أسنان النمر. في الصباح تم تنظيم عملية تعقب كاملة مع فرق تتقفى المناطق كاملة وتصغر موطن النمر تدريجيا. كان يوري وفريقه يبحثون بالتحديد عن آثار نمر مجروح، فيما يستطيع النمر السليم أن يقطع حوالي 100 كيلومتر في اليوم الواحد. هذا الذي يسير على 3 قوائم لا يأمل بأكثر من الاستراحة كل 80 مترا. ماركوف قتل وكذلك بوتشيبنايا، الجميع علموا أننا لم ننجح في الإمساك به، وعلموا أنه قد يكون في أي مكان، ولكنهم أدركوا الخطر أيضا. بعد 6 أيام من ملاحقته أدرك يوري أن الفريق احتجز الحيوان في مساحة 4 كيلومترات مربعة. وبينما كان يمر في قسم مكشوف من المنطقة رأى آثارا حديثة على حافة الطريق. كانوا متأكدين من أن الآثار تعود إلى آكل لحوم البشر. كل ما قاله أحدنا للآخر هو كن حذراً، لذا جهزنا بنادقنا. كنا كلنا نعرف النتائج المحتملة. عندما ركض كلب يوري بعيداً ثم توقف فجأة، تيقظ يوري ووثق بكلبه. فهمت أنه كان قريباً. بدأ قلبي يخفق بسرعة وشعرت بأن الخطر اقترب. لكنه لم يعلم إلى أي حد كان قريبا، بخلاف الحيوان المفترس كان لا يدرك الوضع أبدا. وفجأة سمعت الصحيل من جهة اليمين، لم يكن عاليا، كان منخفضا. استدرت ورأيت أسنانا مكشوفة، كان مستعدا للقفز. حنى رأسه كالهر وانطلق نحوي، ثم هدأ كل شيء وأدركت أنني ما زلت حيا. وجد يوري نفسه تحت ثقل النمر الميت. تقدم ببطء وفي حالة صدمة عاد إلى الشاحنة ليأتي بآلة التصوير. كاد أن يقتله هذا النمر. صوب أصدقاؤه بنادقهم على النمر، ولم تخطئ الرصاصة يوري إلا ببضعة سنتيمترات. لكن النمر ابتلع ماسورة السلاح. ربما قتلت النمر في القفزة، ولكنه ابتلع الماسورة عندما مات، لهذا السبب لم يلتهمني. ابتلع ماسورة السلاح. شيئا فشيئا اتضح ليوري كم كان قريبا من الموت، فقد اخترقت مخالب آكل لحوم البشر ثيابه ومزقته. أنا ممتن للشباب الذين شاركوا في العملية،
صمم الفريق على أن يعيد النمر المذبوح إلى القرية كبادرة تهدئ من روع السكان المحليين، وسرعان ما تجمع الناس لرؤية سبب ألمهم. بالنسبة إلى كثيرين كانت هذه المرة الأولى التي يلمحون فيها نمرا، ولكنه مجرد جثة بالية ومهزولة وملطخة بالدماء وجدت لتثير الشفقة مقارنة بالمخلوق الجبار الذي يستحوذ على تفكيرهم. ولتحديد سبب هجوم النمر قام يوري وزملاؤه بفحص الجثة بعد الوفاة. وجدوا خردقا تم إطلاقه من مسافة قريبة ورصاصات بندقية لم تكن لهم. كان يتم استفزاز هذا النمر مرارا وتكرارا، ووجدوا قدمه المصابة التي أتاحت الربط بين هذا النمر بالتحديد والحوادث التي التهم فيها البشر. في قدم الحيوان الأمامية وجدنا 6 خردقات، ومع التدقيق في الفحص وجدنا رصاصتين أطلقتا من بندقية، وقد عمد أحدهم إلى رمي النمر برصاص الطيور. لقد أصيب النمر فعلا عدة مرات قبل أن نقتله أخيرا. كان الإنسان مسؤولا عن تصرفاتي وسلوكي هذا الحيوان العدائي. سيبحث النمر المصاب عن فريسة سهلة. استنتج يوري أن هذا الحيوان تحول إلى آكل لحوم البشر لأنه أصيب عدة مرات. وعلى الرغم من أن كثيرا من الناس سيشكرونه على ما فعله، اعترضت يوري مشكلة جديدة بسبب أعماله. يخبرني السكان المحليون أن النمر حددني الآن، لن يدعوني أبيت معهم تحت سقف واحد، لديهم معتقداتهم الخرافية عن ذلك. ومع أنه حيوان مفترس بوسعه أن يؤذي، يبقى الإنسان إنسانا، يجب أن يتم إنقاذ الإنسان. حسنا، قد لا تفكرون في الراشدين أو الكبار، ولكن ثمة أطفال يؤسف عليهم. وإن دمرنا الطبيعة كلها من أجل المال لا يستحق الأمر ذلك. بالنسبة إلى المحافظ على البيئة فلاديمير كروغلوف، تعترض دائما حدة الصراع مع النمر الولع بالبرية. ما من ضمانة من أن النمور لن تكون موجودة بعد 20 إلى 30 سنة من الآن. ثمة حل واحد، يجب أن نحدد المناطق التي يمنع من دخولها الإنسان. يجب أن نمنح النمر مساحات أوسع في غابة الصنوبر، وذلك لكي يتجول بحرية. البرية من دون نمور ليست ببرية، بالنسبة إلي ستكون كارثة، ستخسر الغابة أهميتها عندي. إذا انقرض النمر فذلك يعني تلقائيا أن المنطقة بأسرها التي نعرفها متجهة إلى الانقراض أيضا، السكان والحياة البرية كذلك. فالسكان الذين يعيشون في هذه البرية ينتمون إلى المكان البيئي المناسب ذاته الذي ينتمي إليه النمر.
يواصل يوري الذي هو في قلب الصراع مع النمر العمل من أجل الإنسان والحيوان، وهو يدرك أن مشكلة لا يمكن تجاوزها تنشأ. يضطر الناس إلى الذهاب إلى الغابة بحثاً عن وسائل العيش ولمساعدة أنفسهم وعائلاتهم. كل شيء يهدر مقابل توفير بعض وسائل العيش. طالما أن ثمة طلباً على هذا الحيوان سيتم اصطياده وسيستفزه الإنسان، هذا أمر حتمي لابد منه. هذه هي الحياة. لطالما تعامل سكان هذه المنطقة المحليون مع النمر بشكل فيه استقرار ومحافظة على حريته كونه طريق.